مشاهدينا الكرام، حزورتنا اليوم كانت تقول تصب بدون بوري معدن ومو فرفوري ومي همين حط بالقوري. الاجابه هي الاجابه الصحيحه على سؤالنا او حزورتنا لهذا اليوم هي السلبشه، الاجابه الوحيده طبعا. اوكي، وردتنا اجابه وحيده على حزورتنا لهذا اليوم، السلبشه اللي ما يعرفها، السلبشه اللي هذا الاناء يعني يكون ويا بريق مال مي يصبون ويغسلون به الناس كبار السن، تكون دائما هاي الاداه او الاناء يكون بالمضايف. صحيح. اوكي، وحتى اذا مو بالمضايف بالبيوت العراقيه القديمه هو موجود. فهو معدن ما يجي من عنده فرفوري، المي مالته العفو يعني راح يكون بصابون او فد شي مال غسول، فما راح يرجع بالدله، ما راح يكون أكيد. ولا يستخدمون مي القوري مالته بغير مكان. صحيح. وبالتالي يعني هاي الاجابه الصحيحه اللي وردتنا. طبعا اللي احنا عندنا اجابه واحده بس، اجابه وحيده، فهو اكيد هو الفائز ويانا حمزه من بغداد. حمزه اكيد هسه كلش هواي فرح اكيد. هو اجابته ذكيه فعلا، هو الاجابه الوحيده. طبعا احنا مشاهدينا دائما نذكر ونقول انتم ركزوا على الاجابات، واذا واحد من المتصلين قال اجابه مو كلكم تروحون وياه. شفت اللي صار اليوم؟